مميزة، ما بعرف بعض منكم يمكن سامعينها هذه، بس مفروض اشرح عن هالغنية. الغنية عملناها بعد حرب تموز، بعد سنة 2006، حتى نوصل رسالة سلام من لبنان إلى العالم. توزعت خصيصا من قبل دكتور إدوار توريكيان لكورال الفيحاء. صرنا مغنيين أكثر من 10 بلدان أوروبية لحديث هلا، أكثر من 40 حفلة، يعني فينا نقول هيدا بس بأوروبا، وقدرنا نوصل صوتنا. حتسمعوا الغنية من اللي بتعرفوها زهرة المدائن اللي ملحنينها أخوين رحباني، بس حنغنيها بطريقة خاصة لأن حتى نقدر نوصل صوتنا رسالتنا للعالم. حنعمل جولة بالقدس، نبلش صلاة من كنيسة سريانية. بكنيسة سريانية نحن موجودين عم نصلي، نطلع منفوت بكنيسة مارونية، وقت اللي منصلي هونيك نسمع صلاة الكنيسة السريانية، نطلع من هونيك منفوت بكنيسة أرمنية نسمع كنائس أخرى عم بيصلوا، منفوت بجامع نسمع كنيسة الكاثوليكية عم بيصلوا، منفوت بكنيسة أرثوذكسية، يعني حتشوفوا هالصورة. وإذا بالآخر نتطلع على القدس من فوق نلاقي إنه نحن شعب سليم، إسلام ومسيحية مثل هالفريق، نصهم إسلام نصهم مسيحية، ونصهم فلسطينية نصهم لبنانية، حاطين إيد بإيد عم بيصلوا كلهم، كل الصلوات بيلتقوا بيطلعوا عند نفس الإله. رسالتنا هي نحن حابين نصلي بس ما عم بيخلونا نصلي. زهرة المدائن. Oh.
الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا. الطفل في المغارة مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة مريم وجهان يبكيان 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 لأجل من تشرد، يبكيان يبكيان لأجل أطفال بلا منازل، يبكيان لأجل من دفع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استلطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استلطنت الحرب. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة صلى الله عليه وسلم.
السلام.